الأكثر مبيعاً هي رواية الكاتب العراقي المغترب زهير جزائري اللي هي آخر المدن. رواية ما يشبه السيرة، تتحدث عن جريمة ارتكبت في جبال كردستان اللي هي مذبحة بشت أشان لمجموعة أنصار عراقيين، بغض النظر عن موقفهم من الجماعات المسلحة والفصائل المختلفة، إلا أن هذه المجموعة في بشت أشان تعرضت إلى عملية إبادة جماعية. لا تخلو الرواية من المتعة والإثارة والأكشن. من الكتب المهمة جدا واللي المفروض أن تكون من الكتب المتداولة عند القراء هو كتاب السطحيون، اللي هو المؤلف أمريكي يتحدث عن دور الفيسبوك بعملية أخذ المعلومة وعملية نشرها، ويؤكد على شغلة الجانب السطحي بالعقل الجمعي اللي يضم اللي يتميز به تتميز به المرحلة الجديدة من الحياة الاجتماعية اللي قاعد نعيشها. وأحس الكتاب بأنه المفروض أي واحد يقرأه، وهو امتداد لبعض الكتب النقدية جدا، والمفروض أن تكون متداولة لكل واحد منا. الفيسبوك هو يعني يتميز بين الخراب اللي عم على المجتمعات. الكتاب الآخر هو كتاب الكاتب الأمريكي أيضا اللي هو أسس للبراغماتية الأمريكية، اسمه اللي ألف مجموعة من الكتب المهمة جدا، الفن خبرة، كتب عن الفن وكتب عن البراغماتية، هو كتاب جون دوي البحث عن اليقين، اللي لا زالت المشكلة شائكة بين الوجود وعدم الوجود. فهذا الكتاب كتاب مهم جدا، والمفروض أن يكون متداول عند الناس.